أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص وإصابة 25 مواطنا على الأقل، وذلك برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس. مشاهدينا، وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أيضا في بيان مقتضب أن الكثير من الحالات مصابة بالرصاص الحي، كما أن القوات الإسرائيلية كانت اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس. مشاهدينا، هذه الصور المباشرة إذن من نابلس التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية، فيما أكدت الصحة الفلسطينية مقتل شخص واحد حتى الآن، أو مقتل فلسطيني واحد وإصابة 25 برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس في حي الشيخ مسلم في أطراف البلدة القديمة، حيث تقوم أو تنفذ القوات الإسرائيلية عملية اقتحام لم تعرف أسبابها حتى هذه اللحظة، لكن هناك مواجهات كما نشاهد في هذه الصور، وأدخنة أيضا ربما جراء هذه المواجهات بين القوات الإسرائيلية وبين الشبان الفلسطينيين في هذا الحي في نابلس. نؤكد مرة أخرى مشاهدينا بأن الصحة الفلسطينية أكدت حتى اللحظة سقوط قتيل واحد وإصابة 25 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في هذه المواجهات. وما زلنا معكم مشاهدينا في متابعة هذه الصور، كما تبدو تعكس اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس في حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة، حيث تحاصر منزلا وسط إطلاق نار كثيف، ونشاهد أيضا سيارات الإسعاف التي بدأت تهرع إلى المكان، إضافة إلى مدرعات إسرائيلية تبدو واضحة في هذه الصورة وسط مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين. نهاية